مباراة الريال كلها تركيز ذهني في هذه المباراة وتركيز حتى في بالنسبة للدفاع اليوم نشوف اللاعبين إلى أرضية الميدان في قمة الأسبوع في جهة من جماهير السد التي تحضر إلى المباراة بدرجة معقولة في حين جماهير الريان الجمهور السداوي حاضر رغم أن المباراة بعيدا عن قلاعه خمسة بثلاثة 15 نقطة كاملين ويقف من بينهم حكم المباراة العائد من الحج وحجا مبرور وسعيا مشكور للسيد جهة اليسار فابيو سيزر في الكرة الثابتة من الجهة حسن الهيدوس عند ضربة الحرة المباشرة فابيو سيزر يلعب كرة ساقطة إلى منطقة الجزاء الكرة إلى ضربي وسط الميدان اللعبة الكرة إلى الجهة لذلك لا نجد فريقا بصراحة يحضر تكتيكيا بشكل جيد هناك حديث إداري إلى أن الرجل غير من تكتيكه بعد إصابة عبد سيزر سيزر إلى إليه من جديد لكن كرة مقطوعة إلى صافرة موجودة من حكم المباراة موجودة المخالفة إذا لمصلحة الريان في وسط ملعبه عند فابيو سيزر كرة بين القائدين راؤول لا نتكلم بلسان حال جمهور السد عامة ولكن أقول عينة لكن جماهير السد تراجعت عن أقوالها في هذا العام إلى جانب الفريق بعد أن كان الرجل الثاني في فترة السيد خورخي فوزان كرة ملعوبة إلى اليسار كالمباراة على ملعب نادي السد هذه كرة الآن ملعوبة إلى الجهة اليسار إلى فابيو سيزر سيزر يلعب كرة عرضية إلى منطقة الجزاء الكرة مقطوعة واصلة تمررت الكرة الآن بوسط الملعب رودريجو تباتا والكرة عند فابيو سيزر اللي يلعب الكرة إلى يونس علي رودريجو تباتا على اليمين راحت الكرة إلى فابيو سيزر كرة لحمد إسماعيل يلعب الكرة على طول إلى صالح فابيو سيزر فابيو عدى فابيو رجع اليوم مش في أحسن أحواله نيلمار دا سيلفا تقدم نيلمار يلعب الكرة بعد ذلك إلى فابيو سيزر على الجهة اليمين فابيو سيزر عدى فابيو سيزر ما زال يعدي من يونغ سولي بعد ذلك يعيد فابيو سيزر بعد أن عدى منه مرة تحديدا السيد حسين عموتة هذا التدخل الأخير اللي كان من يونغ سولي واستحق عليه قلب ملعب أحمد بن علي والكرة الآن في وسط الميدان مستمرة والكرة بعد ذلك صافرة ضربة حرة مباشرة للريان حسين عموتة ربما يتلقى قرار من حكم المباراة السيد البلوشي لأنه يصل إلى أرضية الميدان براسية مقطوعة من جديد الكرة ملعوبة إلى وسط الميدان راسية إلى فابيو سيزر كرة القدم تحتاج اللعب السهل كرة القدم تحتاج اللعبة السهلة استلم وسر الآن يتقدم فيها حمد إسماعيل يعطيها فابيو سيزر سيزر كرة ترد ممتازة ثلاثة صاروا يا ساتر ما شاء الله عليه رغم أنهم ثلاثة لكنه ما زال دوبر أمام السلية بأربع أهداف مقابل هدف واحد فابيو سيزر يلعب كرة إلى نيلمار دا سيلفا كوسولا كبيرة جدا كوسولا في هذه المواجهة إذا فابيو سيزر الذي لم يحضر بالشكل الكبير ربما